فرحنا لوجود هذه النافذة وهذا المخرج لكي نلبي رغبة المجتمع الجزائري. لماذا لا نعطيه الاختيار؟ ولذلك كان فتح هذا المجال، فدعمنا هذا المشروع، هذه الالتزامات من خلال برنامج مخطط عمل الحكومة الذي ولأول مرة وبمصادقتكم أنتم، وكنتم جميعا شهودا على ما أقول، يسمى مصطلح الصيرفة الإسلامية بالتنصيص. قبل كنا نتحدث على المعاملات التشاركية فقط، يعني نلامس ولا نريد أن نصرح. اليوم صرحنا، وأصبح اليوم هذا المشروع حيز تنفيذ. التمويل الإسلامي ليس تمويل بديل، بل هو تمويل يمشي مع أخوه التمويل التقليدي، يعني الصيرفة الإسلامية تمشي مع الصيرفة التقليدية، التأمين التكافلي يمشي مع التأمين العادي التقليدي، الصكوك الإسلامية تمشي مع الصكوك الأخرى. هذه الأنظمة المالية الناجحة الآن في العالم،